ضيفتي النهارده هي واحده من نجمات ستار اكاديمي واللي بتمتلك خفه دم وموهبه وصوت خلاها كونت شعبيه كبيره جدا في مصر والعالم العربي، والموجوده معايا النهارده بناء على طلبكم ليها على الفيسبوك والانستجرام الخاص بالبرنامج. منوراني النهارده نجمه ستار اكاديمي دينا عادل. اهلا بيكي معانا على شاشه قناه دريم وبرنامج ستاند باي. مبسوطه جدا انا موجوده معاك. احنا طبعا يعني اصحاب ويعني وجد منوراني في البرنامج، وكنت مستني الوقت المناسب علشان ظهورك معايا ما يكونش ظهور عادي ويكون ظهور جميل. اكيد ان شاء الله مش هيبقى ظهور عادي، والحلقه دي هتبقى مولعه ان شاء الله. ان شاء الله. عاوزك بقى يا دينا تقولي لي بدايه دخولك ستار اكاديمي كانت ازاي، وكانت فكرتك ولا فكره مين؟ لا، هي كانت فكره والدتي. بدايتها كانت انا قدمت في سنه من السنين وما اتقبلتش، فما حبيتش ان انا اصلا ما كنتش حابه ان انا اقدم في مسابقات خالص. بعد كده قدمت في الموسم ال11 والحمد لله اتقبلت. كانت زقه من والدتي بصراحه ان انا ادخل البرنامج، ما كنتش حابه ادخله خالص ولا كنت حابه يعني مسابقات عامه يعني. والدتي لا، قعدت تقولي لا انت موهبه وكويسه وما فيكيش اي حاجه وحشه، لازم تقدمي في برنامج. رحنا وقدمنا، دخلنا الثلاث ايام بتاعت الامتحانات، ما مرضتش ادخل اول يومين، ثالث يوم ماما قالت لي لازم تدخلي. دخلت وقدمت والحمد لله مضيت ان انا اسافر لبنان. وانت بتقدمي بقى كنت حاسه انك هتتقبلي ولا لا؟ لا بصراحه، لاني انا كنت داخله مش متقبله ان انا ابقى موجوده، او مش متقبله ان انا ادخل البرنامج او ادخل اي مسابقه. فداخله بقى اللي هو حاده شويه، حتى يعني كانت اسئله وبجاوب بحديه عشان يقولوا لا مش عايزيني. فبالعكس حبوني قوي اني لا انت شخصيه يعني ليكي مميزه يعني غير كل الشخصيات اللي دخلت علينا. فلا احنا حابينك. فاكره غنيتي